بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أيها الإخوة المكرمون، أيها الأصدقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بسيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين في أربعينيته التي مرت علينا قبل يومين، وهي في واقع الحال مناسبة عظيمة ومسيرة مبهرة للعالم أقامها محبو أبي عبد الله الحسين وشيعة علي صلوات الله وسلامه عليه، وهي في واقع الحال أستطيع أن أقول وبشكل قاطع وواضح أنه مسيرة الأربعين هذا العام هي أكبر وأضخم زيارة للحسين منذ أن قتل في كربلاء. لم يسبق أن ذهب إلى الحسين هذا الكم الهائل من الزوار منذ أن استشهد في سنة 60 من الهجرة إلى يومك هذا. وهذا في واقع الحال يعطي مؤشر كبير على أن شيعة علي صلوات الله وسلامه عليه ومدرسة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين بدأت الصحوة فيهم بشكل كبير، والحالة الولائية والمحبة الإلهية التي في قلوب شيعة علي لأهل البيت ولأمير المؤمنين قضية لا يمكن أن تمحى ولا يمكن أن تلغى. هذه المسيرة بكل تفاصيلها، وأنا لا أريد أن أتحدث عن مسيرة الأربعين، هذه المسيرة بكل حيثياتها وتفصيلاتها وتشعباتها وما وقع فيها من العمل الكبير والإكرام العظيم والأريحية الكبيرة من خدمة سيد الشهداء والإقبال العظيم من قبل الشعوب والشيعة من أقطار العالم. هذه كلها في الواقع تعطي رسالة مهمة أنه على العراقيين أن يفتخروا بهذه المسيرة العظيمة، وعلى العراقيين أن ينتبهوا أن في عاتقهم مسؤولية كبيرة جدا، وأنهم هم مأوى، إنصافا مأوى للشيعة في المستقبل. وتعرفون جميعا أن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه عند ظهوره ستكون الكوفة هي عاصمته الخالدة، فهذا التوجه إلى العراق وهذا الإقبال إلى هذه الأرض المباركة إنما هي في واقع الحال تمهيدات ومقدمات للظهور الأعظم لولي الله الأعظم الحجة بن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون جديرين بهذه المهمة وقابلين لأن نتحمل هذه المسؤولية العظيمة. أنا لا أتكلم على الحكومة وعلى الدولة وعلى المسؤولين، فإنهم يشاهدون طوال هذه السنين الماضية خلال 18 سنة منذ سقوط الصنم الطاغية صدام حسين وإلى يومكم هذا، كل عام المسيرة قائمة والمسؤولون يشاهدون والمعنيون يلاحظون. أنا لا أتحدث عن مسؤولياتهم، هم يعرفونها، ولكن يحتاج إلى
اهتمام، يحتاج إلى إرادة، يحتاج إلى إخلاص. وليعرف المسؤول أنه خدمة زوار سيد الشهداء وخدمة طريق زوار سيد الشهداء يحتاج إلى توفيق. المسؤول الذي لا يقوم بهذا العمل فإنه غير موفق، يعني لا يريده الله سبحانه وتعالى أن يسجل اسمه في ديوان خدمة سيد الشهداء، وهذه ستبقى حسرة عليهم. فعليهم أن ينفضوا عن أنفسهم غبار الفساد وغبار الفشل وغبار الخمول، ويقوموا بمهام واضحة ومؤثرة في تعبيد الطرق وفي تمديد الجسور وفي سلك الطرق السريعة كالسكك الحديد، هذه جدا مهمة، وبناء مصانع للثلج ومصانع لتنقية المياه الصالحة للشرب، فإن هذه مسؤولية الدولة، مسؤولية المسؤولين المحليين في المحافظات جميعا الذين أو التي يمر عليها زوار سيد الشهداء. كلمة واحدة أقولها لهم أنه طوبى لمن خدم زوار سيد الشهداء. وإذا كان المسؤول من الآن يفكر على أن يفعل شيئا، يعبث طريقا ويفتح طريقا مناسبا للعابرين والسائرين والسيارات التي في الواقع تسير في هذا الطريق، هذا في الواقع ستكون له صدقة جارية، تكون صدقة جارية. ولكن أين هم أولئك الذين تخشع قلوبهم لذكر الله وتخشع قلوبهم لطاعة الله؟ أرجو أن يكون هناك من يخشع قلبه، وإلا كثيرون أولئك الذين على حال على قلوبهم غشاوة، كلما تتكلم معهم لا يزيدهم كلامنا إلا نفورا، إلا على حال تمردا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق المخلصين في هذا المجال. أحببت في بداية هذه الحلقة أن أذكر لكم أيها الأحبة رواية هي بشارة لنا جميعا الذين أتوا إلى الزيارة والذين زاروا الحسين صلوات الله وسلامه عليه. أذكر لكم هذه الرواية من بحار الأنوار وكتاب كامل الزيارات لابن قولويه. ابن قولويه وهو راوي ومهم، كتابه كتاب يتحدث عن الزيارات وفضل الزيارات، ورواته على أي حال أكثرهم ثقات، لا أقول كلهم، أكثرهم ثقات. هذه الرواية أقرأها بشارة الذين يسمعونني الذين يشاهدونني وقد رجعوا من زيارة أبي عبد الله بعد تعب ومشي طويل وأذية كبيرة من خلال الشمس الحارقة والأجواء الغير المناسبة. أذكر لهم هذه الرواية لأطيب خاطرهم، أقرأ هذه الرواية حتى أثلج صدورهم، ستثلج الصدور قطعا. اسمعوا هذه الرواية، عجيب أنصافا، ولكن ليس عجيب أن الله سبحانه وتعالى يعطي للحسين هذه الكرامة ويعطي لزائر الحسين هذه الكرامة. عن جابر الجعفي. جابر الجعفي من الرواة عن الإمام الصادق عليه السلام. قال، الرواية واضحة، ولكن إذا أراد يعني إذا أحببت أن أعلق سأعلق بعض الشيء، بس الرواية واضحة. يقول إذا انقلبت، الإمام الصادق يقول لجابر الجعفي إذا انقلبت يعني إذا رجعت، انقلب يعني رجع، إذا انقلبت من عند قبر الحسين عليه السلام ناداك مناد لو سمعته.
يقول راح يكون ملك يناديك بس أنت ما راح تسمعه، بس هذا النداء موجود. ناداك مناد لو سمعت مقالته لأقمت عمرك عند قبر الحسين. يقول راح يجيك نداء يا زائر الحسين، أنت لما رجعت من زيارة الحسين إجاك نداء، لو كنت تسمع هذا النداء ما تركت قبر الحسين ولا سكنت وأقمت طول عمرك في كربلاء. بس إحنا ما نسمع هذا الصوت فما نشعر هذا الأمر، ولكن الإمام الصادق راح يقول لنا هذا الملك شنو قال، ماذا قال ذلك الملك. إحنا نسأل الإمام الصادق مولاي ماذا قال هذا الملك. اسمعوا، يقول الملك طوبى لك أيها العبد. طوبى، تعرفون شنو طوبى؟ طوبى يعني لك الجنة، لأن شجر الطوبى في الجنة. طوبى لك أيها العبد فقد غنمت وسلمت، هم حصلت غنيمة هم سلامة. لقد غنمت وسلمت وقد غفر الله ما سلف فاستأنف العمل. الله كل ذنوبك غفرها، الآن افتح ملف جديد. استأنف العمل يعني افتح ملف جديد مع الله، يعني امشي عدل، لا تخلي ملفك مرة ثانية يمتلئ بالغلط لا سمح الله. هذا للي الزائر اللي باقي حي، اللي باقي على قيد الحياة، يجي النداء أنه خلاص كل ذنوبك الله غفرها، ابدأ من جديد. وهتدرون هذه لمن يتوب إلى الله ويحاول أن يرجع إلى الله رجوعا حقيقيا. بعدين شو يقول له؟ فإن مات في عامه، هذا الملك يقول إذا هذا الزائر مات بنفس السنة، فإن مات في عامه أو في ليلته أو في يومه لم يلي، لم يلي يعني ما حد يتبنى قبض روحه إلا الله. زائر الحسين الذي يقبض روحه الله وليس عزرائيل، لم يلي قبض روحه إلا الله. زائر الحسين الله يقبض روحه. وتقبل الملائكة معه، تجي الملائكة وياه ويستغفرون له ويصلون عليه حتى يوافي منزله. هذا الزائر من يرجع الملائكة وياه 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 إلى وين؟ إلى بيته، يستغفروا له ويدعوا له. وتقول الملائكة يا رب هذا عبدك، الملائكة يقولون لله هذا عبدك وقد وافى قبر ابن نبيك، هذا اجى الى قبر الحسين، قد وافى قبر ابن نبيك وقد وافى منزله فأين نذهب؟ الملائكة يقول يا رب هذا العبد انت قلت لنا انه روح وراه الى ان يرجع البيت، استغفروا له وادعوا له الى ان يوصل بيته، هذا وصل بيته دخل البيت، احنا وين نروح؟ الى اين نذهب؟ فيأتيهم النداء من السماء. اسمعوا يا زوار سيد الشهداء، يا ملائكتي قفوا بباب عبدي. هناك اوقفوا بعد، انتوا باب بيت العبد الزائر الحسين، اوقفوا، قفوا بباب عبدي فسبحوا وقدسوا واكتبوا ذلك في حسناته الى يوم يتوفى. اوقفوا هناك، سبحوا الله واستغفروا الله وقدسوا الله، وكل هاي حسناتكم تكتب لمن؟ لزائر الحسين الى ان يتوفى ويذهب عن الدنيا. قال فلا يزالون، الامام يقول فلا يزالون، الامام الصادق يقول هالملائكه فلا يزالون ببابه الى ان يتوفى يسبحون الله ويقدسونه الى ويكتبون ذلك في حسناته، فاذا توفى اذا توفي شهدوا كفنه وغسله والصلاه عليه، الملائكه نفسهم، ويقولون ربنا وكلتنا بباب عبدك وقد توفي فاين نذهب؟ هذا قلت لنا اكو باب بيته والان هو توفى هذا الزائر الحسين، وين نروح الان؟ الملائكه يبحثون عن شنو؟ عن عمل جديد.
فيأتيهم النداء: يا ملائكتي قفوا بقبر عبدي. هنا أنا عند القبر تقعدون، قفوا بقبر عبدي فسبحوا وقدسوا واكتبوا ذلك في حسناتي إلى يوم القيامة. الله أكبر، الله أكبر. هنيئا لكم يا زوار الحسين، هنيئا لكم أيها الذين أحييتم هذه الشعيرة المهمة وهذا الانقلاب المهم إلى أبي عبد الله صلى الله عليه وسلم. هذا اللي ينجح الإنسان، هذا اللي يفوز الإنسان، أن تذهب من هنا وهناك وتدعو لفلان وتركض ورا فلان وما أدري تهوس لفلان، والله ما يفيدك. الحسين وآل الحسين هم الذين سيجعل الإنسان في بحبوحة كرامة الله، في عناية الله، في حماية ملائكة الله. فهذا العبد لما يرجع الملائكة يشيعون إلى بيته، وبعدين يوقفون باب بيته إلى أن يموت، يستغفرون يقدسون وكله يكتب في حسناته إلى أن يتوفى أيضا إلى قبر إلى أن تقوم القيامة. فطوبى لكم وطوبى لكل زوار سيد الشهداء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبنا من خدامه وخدام زائريه ومن زواره إن شاء الله تعالى. الله يوفقكم. نعم عندي متصل. نعم أبو أحمد تفضل. نعم أبو أحمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك، عظم الله لكم الأجر وكذلك أجوركم، حياكم الله. مولانا أكو سؤال، إحنا أصحاب موكب، عندنا الموكب في حراس شرطة. بلي. ودول الشرطة يتغدون ويتريقون ويتعشون بالموكب. بلي. أحد الخدام قال لهم، قال لهم أنتم حرام عليكم تاكلون، أنتم عندكم راتب المفروض ما تاكلون، تاكلون عندكم. صحيح هذا الكلام مولانا؟ واضح، واضح كلامك، واضح كلامك. شكرا مولانا، حياك الله حبيبي، بارك الله بك وأشكركم. إخواني الكرام، الأخ المتصل الأخ أبو أحمد يقول أنه إحنا أصحاب موكب، ولكن أكو مفرزة، مفرزة شرطة تحرس المواكب. يعني يقول ذولا وقت الوجبة يجون يأكلون عندنا غدا عشاء، فشنو الموقف الشرعي؟ هل يجوز ذلك أو لا؟ الجواب ولم لا، ليش يعني ما يجوز؟ هذا الرجال يؤدي مهمته، يؤدي مسؤوليته، جايبيه من مدينته، جايبيه من محافظته، جايبيه من موقعه حتى يحمي ويحرس المواكب. ليش يعني ممنوع يأكل؟ لماذا؟ هل الذين يبذلون الطعام لزوار سيد الشهداء هل يعتبرون أن الشرطي أو رجال الأمن هؤلاء ليسوا جديرين بالكرم والإكرام؟ لا، هذا ليس صحيح. أنا قلت لأحدهم، قلت لأحدهم أنكم وقوفكم وحراستكم وحمايتكم لزوار سيد الشهداء ليس أقل، شوفوا جاء أقول بوضوح، ليس أقل من أجر الماشين لزيارة سيد الشهداء. واقع هذا، ذولا يحرسون، ذولا على حال يقضون أوقات عصيبة، حرارة شديدة، وبعيدين عن أهلهم طوال أيام الزيارة حتى يحرسونه. ليش يعني نمنع الأكل عليهم؟ شو المانع يعني؟ هذا مبذول لكل زوار سيد، لكل محبي الإمام الحسين، وهذا لا إشكال فيه. والكلام اللي صدر من أحد الأخوة كلام مو في محله وليس صحيحا، ولازم يعتذر لهم ويعتذر إلى الله. نعم تفضلوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدنا الكريم تنصح معلل سورة الفاتحة دائما نشوفهم يعني يقروها غير المغضوب، يعني مثل ذات كأنما أنا أقرأها غير المغضوب، صحيح قراءتي؟ واضح، حياكم الله. في الواقع مشكلة قراءة سورة الفاتحة ليست مشكلة عويصة عند العرب، العرب هم على حال أهل حسب تعبير بعض المقولات الحلوة لغة الضاد، لغة الضاد يعني اللغة التي هي فصيحة،
الذين يتكلمون العربية بالنسبة إليهم التلفظ الصحيح للألفاظ العربية سهلة بالنسبة لهم، بس الأعاجم أو الغير العرب في الواقع قد يعانون. ولكن الآن لما أقرأ الشكل غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير المغضوب عليهم، شو المشكلة؟ لا إشكال فيه. هسه واحد يقول يابا أنا لما أقرأها مثلا غير المغضوب، طوب لا، الضاد ما يصير طاء، طاء غير الضاد، غير المغضوب عليهم. أشكركم شكر جزيل وجيد. نعم نعم تفضلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السؤال هو أنه أنا ما أقعد صلاة الصبح، أو يعني ما أقعد الصبح، فدائما يعني وقت موبايل بس ما أقدر أقوم. حولت أكثر من أشهر وسنين أنه أنا يعني أتوفق لهذا الشيء، وللأسف ما جاي أقدر. سويت كل الطرق وأتمنى رسالتي توصل للسيد. إذا أكو طريقة أو أي شيء، دعاء أو أي شيء. في نعم الأخ رعد، تفضل يا رعد. نعم تفضل. حياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخ رعد. اي نعم معاك، تفضل تفضل. سيدنا لي عندي مداخله بخصوص الاخ اللي اشكل على الاخوه من الشرطه للحرس من الموقف. بني انا بصراحه يعني ما فيها مشاكل اثر فيها. أخ رعد غير مكانك. نعم. شوي غير مكانك شوي، صوتك بدأ يتقطع. غير مكانك شوي. المكان. نعم مكان حاليا الآن جيد، صوتك جيد، تفضل. اي سيدنا فأردت على كوني كبير عمر ومعايش المسيرات من أيام الطاغية أو الحالة اللي نتعرض لها من الشرطة ومن المحترز ومن كذا، فأردت اختبر الصبر وتحمل الاخوه بالشرطه بالحرس على المصائب وعلى رأفتهم ومداراتهم للزوار. تعرف حاله مع مجموعه من الشرطه، قلت لهم انه انتم يا صوت يعني رفعت صوتي عليهم، شنو تاكلون من هذا الاكل؟ هذا الاكل مو لكم. فقاموا وقفه واعتذروا من عندي، خجلوني الى الحد اللي راسا بعد ما استطعت ان استمر وياهم بالتجربه، اعتذرت من عندهم، قلت لهم انا بشوف اقارن بين حالتي بين حاله الشرطه والمفارز ايام زمان، شلون كنا نخاف من عندها وتخفى علينا، وبين حاليا الخدمه اللي تقدموها انتم وبنوع من التذلل والخشوع والتودد للزوار. هذا خاصية أنقلها هذه للمشاهد الكريم من خلال حضرتكم سماحة السيد. وشكرا. مشكور مشكور أخ رعد. أنا في الواقع أشكر الأخ رعد على مداخلته، وكان الأخ رعد يقول أنه الكلام يعني يؤيد الكلام أنه إحنا لازم يعني نفصل ونفرق بين أيام النظام السابق وكيف كانت السيطرات ضد الزوار ويأذون الزوار ويأخذوهم للسجون يقتلوهم بعضهم. الله لا عليه حال لا يبري لهم الذمه، والله يعني يجازيهم ان شاء الله بجزائه الاوفى. ولكن عموما احنا لازم نفرق الاخوان اللي الان موجودين القوى الامنيه، سواء كان في زياده 40 او كانوا في المناسبات الاخرى. الان احنا بعد ايام راح تكون عندنا زياره وفاه النبي الاعظم صلى الله عليه واله 28 صفر، النجف راح تستقبل مئات الآلاف من الناس، أيضا قوى الأمن راح يكونوا. هؤلاء لابد أن نفرق بينهم، بينهم بين الأعداء، بينهم بين النواصب، بينهم وبين الأشخاص اللي كانوا يقفون حجر عثرة، بينهم بين اللي يشوهون المسيرة. شوفوا أكو ناس بالمسيرة يشوهون المسيرة، تصرفات الغلط، تعامل الغلط، بكلمات الغلط،
احنا لابد ان نفصل ونفصل بين هذه. انا شفت ضابط كبير على الحدود يودع الزوار وهو يبكي، هذه مفخرة ان عندنا قوى امن في الواقع يتفاعل مع الزائر الكبير السن ويريحه ويطعمه. هذه كلها مؤشرات جميلة لهذه اللوحة العظيمة التي رسمها شيعة علي في العراق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا عيوبنا ويفهمنا الصح عن الغلط. نعم، منو؟ علي، تفضل يا علي. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام ورحمة الله. أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بفاطمة. وأجوركم إن شاء الله تعالى. بارك الله بكم، حياكم. سيدنا عندي سؤال ولا زحمة؟ تفضلوا. قبل فترة رحت العمرة. نعم. فورا السعي صار عندنا في السؤال أنه إذا ما قصرنا يجوز نقصر، يعني نطوف طواف النساء وبعدين نقصر بالفجر؟ لو لازم تقصر ويعني حتى تروح أحكام الإحرام وبعدين للسعي للطواف النساء العفو. واضح واضح. مشكور يا أخ علي، حياك الله والله يتقبل أعمالك. نعم أبو حوراء تفضل أخي. مولانا. نعم أبو حوراء تفضل. السلام عليكم مولانا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولانا احنا مجموعة من الأصدقاء. نعم. عندنا موكب كربلة. بلي. فنجمع فلوس خلال السنة. بلي. يعني آخر يوم زاد من الأكل. هذا الأكل يصير أرجع على البيت أطيل أهلي أطيل معارفي. هو مخصص للزوار. بلي. مشكور. نعم مشكور أبو حوراء حبيبي، حياك الله. حياكم الله. نعم خل أجيب على الإخوة. الأخت الكريمة اللي كانت في بصمتها الصوتية تقول أنه أنا ما جاء أقدر أقوم الصبح صلاة الصبح، ودائما صلاة الصبح تفوتني وتضع منبه، والمنبه على حال ينبهها بس ما تنتبه، نومها ثقيل. تقول شو اللي أسوي؟ شوفي أختي، الإنسان النائم ما مكلف شرعا، ما مكلف ما دام نائم لم يكلف بشيء. نعم احنا في نومنا عندنا صلاة الصبح فلازم نستيقظ. زين اذا ما استيقظت ما قدرت استيقظ، الله ما يعاقبني. نعم اذا تماهلت يعني اقدر اقعد وما قعدت، اقدر اضع منبه وما نبهت نفسي، أقدر أوصي واحد يقعدني وما وصيته. هنا التماهل، هنا التماهل والاستخفاف فيه مشكلة. أما إذا لا واحد جاي يسوي اللي عليه، يخلي منبه ما جاي يقعد، ينبه الآخرين ينبهه ما جاي يشعر، هذا ليس عليه شيء. يعني لا تأذين نفسك، ليس عليك شيء. بس تقولي لي أريد أقعد شو أسوي أنا؟ عدة طرق. الطريق الأول أنه واحد ينام من وقت، يعني يبكر في نومه ليسهر. الإبكار في النوم ينام بسرعة، هذا يأثر في قيامه لصلاة الصبح، هذا واحد. اثنين، أن تطلبي من الله ذلك، تدعي الله أن يا رب نبهني إلى طاعتك، نبهني من نومة الغافلين. وأكو في سورة الكهف، سورة الكهف آخر آية من سورة الكهف، خوش آية. هذه الآية اقرأيها بنية الاستيقاظ. سيوكل الله ملكا يوقظك لصلاة الصبح. وأنا مجربها، أنا شخصيا أيام شبابي جربتها. تدرون أيام شباب نتعب وكذا، فقد كنت أقرأ الآية وكانت تأثر انصافا، أشوف نفسي أقعد. آخر آية من سورة الكهف، سورة الكهف آخر آية، وإلهكم إله واحد، ديك الآية اقرأوها وقولي لرب العالمين أنه أريد الاستيقاظ. سيوكل ملكا يوقظك لصلاة الصبح إن شاء الله. عبد الصاحب تفضل. عبد الصاحب تفضل. السلام عليكم. سليم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجوركم. وأجوركم إن شاء الله تعالى، بارك الله بكم. سيدنا عندنا خطرات
بالمشي تهديها للأموات مع قراءة سورة الفاتحة. بلي. أفيدونا أفيدكم الله. الله يبارك فيكم، حياكم الله، بارك الله فيكم. الأخ رعد كان عنده مداخلة وأنا علقت عليها، جزاه الله خير. الأخ علي يقول أنا في عمرة المفردة رحت إلى العمرة، بعد ما كمل السعي لازم يقصر، يعني بيده مقص يقص من شعره، يقول أنا ما قصرت ورحت سويت طواف النساء وصليت صلاة طواف النساء وأنا ما مقصر. هنا في الواقع نقول له التقصير لازم يكون قبل شنو؟ قبل طواف النساء. وإذا الإنسان نسي التقصير، نسيه وأتى بطواف النساء بدون تقصير لا إشكال فيه، إذا نسي لا إشكال فيه، أما عمدا ما يجوز، ما يجوز الإنسان أن يترك التقصير وبعدين يطوف طواف النساء. أبو حوراء يقول عندنا أموال نجمعها للموكب وآخر الزيارة، الطعام يزيد يعني زيادة في الطعام، فهل يجوز أن نأخذ إلى بيوتنا؟ الجواب لا، لا يجوز الأخذ إلى بيوتكم، إنما هذا الطعام يصرف لوجه سيد الشهداء ولإحياء مراسم سيد الشهداء، سواء في الأربعين أو في غيره من المجالس، أن واحد يبذله لزوار سيد الشهداء حتى في غير الأربعين. واضح حبيبي؟ أخذ للبيت ما يجوز. نعم كريم تفضل يا كريم. تفضل أخ كريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله ماجوركم سيدنا رحمة حياكم الله. حياكم الله. سيدنا أنا ما داخل نوتك، أنا أخوي بالثمانين هذا يعني دايما سنعد خمسة آلاف دينار سويسري. مالي. هسه الوقت لحاله يعني المهم الحمد لله الله ما كنا فريد أطيها، يقول لي مقابل 12 مليون مع ملايين. قلت له أنا سمعت مرة من سيد بلقاء عمت واحد استفز لي، قال له كل دينار سويسري يقابله 150 دينار عراقي. يقول لي لا ما في حد. واضح انا سامحها منك هاي. واضح جزاك الله خير حبيبي جزاك. حياك الله. الأخ عبد الصاحب يقول هل الخطوات اللي نهديها إلى الأموات إلى الأحياء هذه على حال إلها أثار؟ لا إشكال ولا ريب، اسمعوا جميعا ما أقوله في هذه المسألة. فكرة النيابة في الشريعة موجودة، هل يجوز لي أن أنوب عن أحد في الحج؟ نعم، حج النيابة يمكن إنسان أن يحج عن الآخرين. هل يمكن أن أصلي عن الآخرين؟ نعم يمكن إنسان أن يصلي نيابة عن الآخرين، صلاة عن الموتى. هل يجوز أن أزور عن الآخرين؟ نعم يجوز لك أن تزور عن الآخرين، هاي نيابة. النيابة أن يكون إنسان نائب عن الغير هذه موجودة في الشريعة وموجودة في الفقه. الآن أنا أريد أزور الحسين، أقدر أن أعتبر هذه زيارتي نيابة عن والدي؟ نعم الله يكتبها إلى والديك وأيضا أنت تحصل ثواب ذلك. فهاي الخطوات أنا أمشي، بس أقدر أخلي خطوات من مشي ثوابها إلى فلان وفلان، ما في مشكلة، لا أشكال في ذلك، وهي تصل إليهم. وعندنا روايات أن الإنسان إذا نوى عملا صالحا، إذا نوى عملا صالحا للآخرين سواء كانوا أئمة ومعصومين أو كانوا مؤمنين آخرين، إذا نواه لهم يكتب لهم ثواب ذلك العمل ولا ينقص من ثوابه شيء، ولا ينقص من ثوابه شيء. يعني لا يتصور اللي يمشي 80 كيلومتر من النجف إلى كربلاء ومثلا وأهدى نصف المسافة إلى الآخرين يعني هو راح يحصل ثواب 40 كيلومتر، أبدا، أنت محصل 80 كيلومتر خطواتك كلها محصلها، وكذلك لأن نويت الآخرين الله ينطيهم شنو ثواب أيضا 80 كيلومتر، لا ينقص من عملك شيء ومن ثوابك شيء. نعم أم عباس تفضلي. نعم تفضلي. حياكم الله، تفضلوا أختي.
صوتكم شويه جاي يتقطع اختي لو لا يجي ويروح صوتك، ما ادري مشكله في تليفونك يظهر. الان اسمعك، تفضلي. قاسم تفضل يا قاسم. قاسم تفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله، حياكم الله بارك الله. الله يسلمكم جناب السيد الفاضل، انا خادم موكب حسيني. سمعت من ساعه جابتك الكريم انه بالنسبه لل يعني الاكل اذا يزود الطعام الموكب ما يجوز الخادم الموكب او احد خدام الموكب يعني ياخذه للبيت. بني. فما عرفت يعني تقصد الاكل يعني الطري والجاف. يعني واحد. مثلا مرات انا اطبخ يعني يعني وقت عشاء مثلا ثمن ومرق. صح. فاوزع على الزوار زود كميه من المرق، هاي المرق حقيقه ما يعني ما اقدر اخليها الباشر. صحيح. لانه تخرب وتفسد يعني. صحيح. فبعض الخدم مثلا ياخذون جزء من المرق مثلا لبيوتهم يعني، فما اعرف هذا الموضوع يعني يجوز ما يجوز. اشكرك يا اخ قاسم، انا راح اجاوبك جواب. نعم. زهراء تفضلي بابا. زهراء تفضلي. زهراء بابا تسمعين صوتي؟ الو تفضلي. تفضلي. السلام عليكم. سيد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وياك زهراء من محافظة ميسان. أهلا ومرحبا بكم. سيد عندي والدتي بني قبل على هذه الفلوس السويسرية بني إجا واحد انطى البيبي فلوس خلاها عندها أمانة بني، وبعدين صار يعني الحرب هذا الواحد راح ما أدري وين، ما يدرون بي يعني وين راح. بني بقى من الفلوس عند بيبيتي. بني هي قبل لا تموت قتلت امي. بني هسه امي باقيات عتها اللي هي سبعه عتها. بني والرجال ما تدري بيه وين راح. وسؤالك الان انه شو نسوي بهذه الفلوس الان؟ اي شو نسوي بالفلوس؟ الفلوس 40,000 سويسري. مشكورة. ايش قد يعني تدري تفتحهم؟ ايش قد تقول؟ مشكورة. شلون اسويهم؟ مشكورة اخت زهراء، مشكورة، حياك الله. فاطمة. فاطمة تفضلي. تفضلي فاطمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا عظم الله لكم الاجر واحسن لكم العزاء والاستشهاد. سيدنا ومولانا ابي الاحرار واخي ابي الفضل العباس عليهم السلام. حياكم الله، تفضلي اختي. العفو سيدنا، احنا بنروح للزياره. بلي. نشوف اكثر النساء يعني ياخذون غيبه بالطريق. مثلا من نجي على مكان نقعد نشوف انحدات المكان، يعني ما يخلي مزايره تقعد او تنام، يظلن يحسن يتعاركن كذا. هاي وحده. والوحده الثانيه من نطب العفو ادلكم الله الى المغاسل. احنا النساء نشوف شغلات يعني ابدا ما مستحبه ومرغوب فيها، فنظل يعني شلون صار حرقه بقلبنا ونظل نحكي احكي على الزايرات. أنا هذا يعني ينقص من أجر الزيارة. مشكورة يا أخت فاطمة، حياكم الله. حيدر تفضل أخي. لا عندي وقت أعطونا اتصال. نعم حيدر تفضل. حيدر السلام عليكم. بعد الطفلة عنكم تكلموا. السلام عليكم سيد. عليكم السلام. عليكم السلام. الله مرغى لكم الأجر. الله يوفقه ان شاء الله. انت حيدر ولا شنو؟ هاي زوجتي مولاي. نعم زوجتك، حياكم الله. زوجتي. اهلا ومرحبا، تفضلي بابا تفضلي. سيد انا عندي سؤال. نعم. انا العام نفس وصمت يعني بس يعني صار لي من جايبه متعديه 10,000 تعجبت 18 شعبان لحد بدايه رمضان انا صمت، صومي صحيح او لا؟ بداية رمضان صمتي. بعد عندي سؤال سيد إذا ممكن. تفضلي بابا. سيد أنا متزوجة شاب يعني عمره 20 سنة. بس هو شلون يعني كله بيد أبوه.
طلعتي ودخلتي ورحتي لأهلي كله بيد أبوه، هذا الشيء يعني شنو صحيح؟ لا، وأنا ما أقدر من هذي أطلع قبل العمر، يعني شوي صرت بتكبر وشي، يعني عندي حاسمني، يعني لا يخليني أطلع لا شيء، هذا الشيء حرام عليا لو حلال. واضح بابا، واضح واضح، الله يبارك فيك إن شاء الله. زهراء تفضلي. زهراء تفضلي بابا. تسمعني زهراء؟ لو مرة أخرى أيضا تتأخر في الكلام صاحبة. نعم تفضلي زهراء. والله احنا عندنا مشكلة ويا أبو. عندك مشكلة ويا بابا؟ زهراء بابا تكلمي عدل واضح حتى أشوف عندها مشكلة هذه بنية. لا إله إلا الله. نعم أجيب لو عندك اتصال آخر. زين الأخ كريم يقول أنا اقترضت من أخي، من أخوه يعني، في سنة 1980 يعني قبل 43 سنة، يقول اقترضت 5000 دينار في ذاك الوقت ولا نريد أسدده. أخوي يقول انطيني الآن ماذا 12 مليون مدري كذا، وشلون سيدنا كيف أسدد ديني في ذمتي لأخي؟ شوف حبيبي، عدة الطرق موجودة. الطريقة الأولى أن ترضيه، يسموه مصالحة، أن يرضيك وترضيه، مو أنه يفرض عليك شيء أنت ما راضي عنه. لا، قل له شوف لا 12 مليون ولا مليونين، وإنما شيء يعني نرضى عليه، مصالحة يسموه مصالحة، والمصالحة مهم أنه رضيه بطريقة مبلغ حتى يرضى عنك وأنت ترضى عنه. هاي طريقة. الطريقة الثانية، الطريقة الثانية أنه 5000 دينار عراقي في ذاك الوقت شقد كان يجيب ذهب؟ شقد كان يعني قيمة الذهب كم؟ 5000، تقول سيدنا مثلا 5000 دينار كان يجيب مثلا خلينا نقول 10 مثاقيل ذهب، 10 مثاقيل ذهب، مقدار الذهب حسب بالنص، يعني مقدار 10 مثاقيل التنطيم مقدار 5 مثاقيل ذهب. 5 مثاقيل الآن بيش مليونين مثلا، أنطي مليون مثل هالشكل، فتقيموه بالذهب في ذاك الوقت 5 دنانير 5000 دينار كم يجيب ذهب، تقيمه وتطيب بالنص. هذه الطريقة الثانية. الطريقة الثالثة هذه في بداية السقوط، سمحت السيد في بداية السقوط مو الآن، سمحت السيد كان يقول أنه البنك المركزي يقول أن الدينار العراقي السويسري يسوى 150 دينار الآن الحاضر. هذا تعيين عينه في بداية السقوط، السيد قال هذا يمكن أن يكون مقياس، بس أكثر الناس ما يقبلون، فأنت لازم ترضيه بطريقة أو بأخرى. نعم أم عباس تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله. الصوت يقطع بابا، يمكن أكو مشكلة بالتليفونك، وإذا مسألة نسائية، إذا مسألة خاصة بالنساء. نعم إذا خاصة بالنساء تواصلي مع مؤسسة المصطفى أو تطبيق المجيب، يعني نزلي تطبيق المجيب وطرحي مسألتك الخاصة الفقهية النسائية حتى يجاوب. نعم صوتك أختي يروح يجي وجاي ياخذ وقتي، الله يحفظك إن شاء الله تعالى. قاسم. زهراء أخرى ما شاء الله، كم زهر. أم زهراء تفضلي. أم زهراء أم زهراء تفضلوا. بعد الأطفال عنكم حتى تتكلموا معي بشكل واضح. نعم تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام بابا. عليكم السلام. شلون السيد؟ الله يخليك تفضلي. سيد أنا صار لي سنة وثمان أشهر يعني زعلانة عند أهلي،
اي وعندي اطفال ثلاثه واخذ منهم نفقه، يعني هاي النفقه يصير مثلا انت مثلا نفقتي انا يعني انت مثلا الموكيل. انت زعلتي له هو طرديك؟ لا هو طردني واخذ اطفالي بقمت من شرعتي وانا يعني اتجهت لطريق القانون واخذت اطفالي. واضح. شكرا شكرا شكرا، حياكم الله، مشكورين، جزاكم الله خير. يعني نكتفي بهالاتصالات حتى نجاوب على الأخ قاسم يقول الأكل الزائد. شوف حبيبي الأكل الزائد، مرة تقول أنا تمن ما مطبوخ، معجون بالقواطي، ما أدري دهن بالقارورات، أنا أقدر أخذ البيتي؟ لا ما يجوز. الأكل الخام الغير المطبوخ هذا ما يجوز، هذا على حال مال الموكب مال الشعائر الحسينية لازم يصرف في هذا المجال. مرة تقول لا أن إحنا نطبخ سيدنا وناخذ قيمة، ناخذ تمه للبيت مطبوخ. شوف حبيبي أنا شوي أضحكت من أنت سألتني، شوي أضحكت. ليش أضحكت؟ لأن بعض الأخوة الله يحفظهم من يطبخون يجيب له قدرية ياخذ قيمة للبيت كل ليلة، ياخذ يخلي بالمجمدة يخلي بالكذا حتى يوم الأيام يأكل، هذا ما يصير. هسه مرة زاد وهاي الزيادة ماكو بعد زوار يأكلون، وإذا بقي راح يتحمض راح تخرب. إيه ما في إشكال وديه، أما كل يوم قدرية كل يوم ما أدري حسب تعبير نجف المكاسة تأخذ البيتك، هذا ما يصير، هذا مال الزوار. واضح حبيبي؟ وثانيا السؤال، عندي موكب يزود الأكل، أقول الشباب يلا شيلوه على الطريق أو خلوه على الطريق للناس يأكلوا، يعني أصرف بطريقة أو بأخرى، مو أنه أنا والله وزعت الوجبة مالتي وبعد ساعة ونص ساعتين أروح للبيت أودي البيت. ودي البيت بس بمقدار اللي شنو حسب تعبير متعارف، مو أنه قدرية وكذا كل ليلة قدر كل ليلة قدر وأترس المجمدة بركات المطبخ اللي أنا فيه، هذا ما يصير. واضح قاسم؟ إن شاء الله مقصودي واضح إن شاء الله. جيد. زهراء تقول والدتي استلمت أمانة من جدتي، جدتها أبطتها بيد والدتها قبل ما تتوفى 40,000 دينار عراقي في سنوات ماضية جدا. يقول هذا الرجل راح والفلوس بقيت إلى الآن. أولاً شلون إنسان يخلي أمانة الناس عنده والدولة جا تقول هاي الفلوس سقطت، هاي الفلوس راح تسقط، هاي الفلوس راح نغيرها، هو حاطها وحسب تعبيرنا ويشاهد الأحداث. ما يصير الدولة جا تقولها الدينار راح يسقط، يعني بعد ما يسوى فلس ما يسوى. أنتوا لما ما تغيرون هذه الأموال ما تبدلوها بالأموال المعتبرة والأموال المقررة جديدا، هاي راح تسقط، وهذا نوع من تلف وإضاعة لحق الناس، ما يصير. تقول ما تدري أمي، ما تدري، وما تدري ما عليها شيء، يعني ما لا ما دام ما تدري ما عليها شيء. ويقول الرجال رايح ما ندري عنه أصلا، وين ما إجى أصلا، يمكن توفى. فليس عليكم شيء إذا كنتم غير مقصرين في تلف هالأموال، الأموال لما بقيتوها عندكم تلفت، صارت تراب ما بيها أي قيمة، أي بنك تودي يضحكون عليكم ولهذا روحوا لفوا بها ما أدري قضايا وأكلوها، يعني ما لها أي قيمة. إذا أنتم ما مقصرين ما عليكم شيء. الوالدة تقول ما أدري أصلا ما أعرف الأمور هذه وأنا محتفظة بيها ومؤتمنة، جزاك الله خير، بس انت ضيعتيها لانه تغيرت الاموال وتغيرت العمله وانت ما غيرتيها. اما الرجل ما اجى فما عليكم شيء، ما دام انتم مؤتمنين وغير مقصرين ما عليكم شيء، يعني ليس في ذمتكم شيء. فاطمه تقول عند ذهابنا للزياره نرى بعض النساء يغتابن كذا. اخواتي هذه موجوده في كل مكان، حتى في الحج موجود، نسوان يغتابن، حجيات يغتابن، في الطواف سوالف بعض الحجيات، هذا كل مكان موجود، يعني ليس في زيارة الحسين، كل مكان هذا الخلل وهذا الغلط
من بعض الناس هذا موجود، ولكن احنا لازم نقوم بدور التبليغ، دور الارشاد، دور الامر المعروف والنهي عن المنكر، ننصحن، تقول نشوف مشاهد كذا، هذه موجوده مشاهد مو لطيفه، واحنا نتكلم عليهن، الكلام عليهن بشكل علي حال يؤذي هذا ليس صحيحا، وانما النصيحه للمؤمنين والتوجيه والارشاد هذه وظيفتنا جميعا، والصبر على هالمشاكل هذه، الانسان لازم يصبر. حيدر يقول العام الماضي، زوجة حيدر تقول العام الماضي أنا كنت نفسه يوم 18 شعبان ولدت إلى أول رمضان يعني تقريبا 12 يوم، تقول أنا صمت. نعم النفاس 10 أيام بابا، النفاس 10 أيام من يوم اللي ولدتي، استمر عليك الدم 10 أيام، أنت يوم العاشر تختسلين حتى لو ينزل دم، هذا استحاضة وصومش صحيح لا إشكال فيه. تقول أنا متزوجة من شاب عمره 20 سنة، بس أمره بيد والدة، كل أمره بيد والدة، والدة يقول روحوا نروح، تعالوا نجي، اطلعوا كذا. تقول أنا تعبت من هالحالة هذه، فسيدنا شنو اللي أسوي، وهل يجوز لي أن أعصي والدة أو كذا. شوفوا للأسف بعض الآباء يسيطروا على أبنائهم بشكل غير صحيح، ويخلي ابنه ما إلى شخصية، يخلي ابنه ما إلى إرادة، وهذا مو صحيح. احنا لازم ننصح الآباء أنه اجعلوا لأولادكم شخصية وكرامة وحرية في ذهابهم وإيابهم، نعم ارشدوهم انصحوهم، أما أنه تتحكم بي وشنو اشتريت وشنو أكلت وليش كذا وليش رحت، هذا مو صحيح. الأب لازم يكون حكيم في تصرفاته، أما أنت تقول أنا متأذى، بني ما دام تعيشين في عائلة أو داخل شكل بيت، أنت حافظي واصبري، اصبري اصبري على هالمحنة، عسى الله سبحانه وتعالى ترتفع وتزول. زهراء كان ما عندها مشكلة مع والدها وما قدرت تحكي، ما قدرت تحكي وقطع التليفون. نعم اكو هواية اباء يتصرفون مع بناتهم المراهقات، مع بناتهم الشابات تصرف غلط. انسان لازم يتقى الله في تصرفاته، ليش اللي بنته تلجأ إلى التصرفات الغير المحببة شرعا والغير المحببة عرفا بسبب تصرفات الغلط. أم زهراء تقول أنا سنة وثمان أشهر زعلان عند أهلي وآخذ نفقة، يصير أنطيها النفقة للموكب؟ إذا النفقة للأولاد ما يصير، النفقة للأولاد ما يصير تعطيها الموكب. إذا النفقة إلك أنت نعم هي أموالك تقدرين تعطيها، أما نفقة الأولاد لا يجوز أعطائها لأحد بدون رضا الأولاد، لأن الأولاد حقهم هذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع ويصلح الأمر الجميع، ويجعلنا من المستقيمين على الطريق، الثابتين على الولاية، لا نبتعد عن طريق أهل البيت. إخواني هذه مسيرة 40، خلي يصير حصانة وعلي حال مؤونة على أن نلتزم أكثر ولا نحيد عن طريق الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم شهدائنا ويعافي جرحانا، وآخر دعوانا طبعا لا تنسون والدي من الدعاء، والدي يحتاج دعائكم، وأنا أيضا أحتاج إلى دعائكم، وأنا ما أنساكم من الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.